بناها يوم الجمعه نهار السبت دار رحيلونا باش تشوفوا التحايل وحشكم الابتزاز والرخيص. انا سميها ابتزاز رخيص، يديروا كيشه ثلاثه اربعه خمسه ويجيو يحاولوا يلويوا ذرع تاع الدوله باش يديو سكنات. وعلى بالكم العمليه تاع التهديد اللي بالنسبه لبناء في مدينه العباس فقط كلفت الدوله 1300 سكن في غضون السنه، راكم تشوفوا لي سيت اللي بناو، وهذه كلها راح تكون على حساب المواطنين المغاربين مساكن الشرفاء اللي ينتظروا في السكن اللي يحش ما يبنيش هذا البناء الفوضوي. لانه السيد هذاك وجهه، اسمحوا لي نقولها لكم بالعباره نتاعنا الجزائريين، وجهه مقزر ما عندوش على واش يحشم يدير براكه ويرقد فيها، والانسان مسكين الشريف والعفيف واللي عنده شرف ما يقدرش يتمرمد يقعد يستنى كما يقول رب العالمين وتحسبهم اغنياء من التعفف. هذا نخليه، وهذا اللي يجي يدير لي تهديد قدام الولايه وكل نهار، هذا انا قلتها لكم فيكتومي ريسبي، قلتها لك الصحافه سون زيت ادال. انا بالنسبه للبناء الفوضوي راني ما قلبي يموت. يقول لي وين تديني؟ نقول له منين جيت؟ كان واحد السؤال سؤالين واش يقولوا جماعه البناء الفوضوي؟ تبعوه مليح يا اخوان الصحفيين، نشرحوا الفلسفه تاع هذه. يقول لي وين تديني؟ نقول له منين جيت؟ ولا يهز لي بز يقول لي وين تديه؟ اللي يدير بز يقوم به، البز ماهوش حتميه. ولا وين نروح؟ وين نروح؟ نقول وين كنت؟ اذا اليوم شرعنا اليوم في تهديم. انا كنت نقص من الصباح بالهاتف، وانا كنت معاكم بالهاتف من الصباح، وانا كنت معاهم كذلك في لو سيت وعاودت دخلت، راح نهدموا ما يقارب من 100 هكذاك 125 تاع بناءات فوضويه، فيهم سته يبدو انه فيه نزاع ورثهم عن طريق الملف السابق. الستة هذو طمأنتهم نهار جاو عندي، كنت في لوبيتال في لا ماتيرنيتي المدام الختان، وكاين الجماعة كانوا معايا المؤنتربولي في الدخلة تاع لا ماتيرنيتي. قلت لهم الستة هذو بعدما تأكدنا يبدو أننا سوف نجد لهم حلول، ولكن تبقى لازم ثاني إخواني السكنة ماهيش حاجة تاع كابريس في جيب الولي باش كل واحد يعطي له حبة. كل عام نوجدوا 100 و150 سكنة، أمامنا 120 ألف دوموند. لازم نكونوا حارسين كل الحرص، لازم نكونوا عادلين كما قلت لكم، لما نعدل نقرب من التقوى، ما بالكم لما ما نعدلش. والبناء الفوضوي هو قمة اللا عدل. على هذا الأساس شرعنا اليوم، والعملية ستستمر، وسنعيد لهذه المدينة هيبتها، نظافتها، رونقها، جمالها، وكل ما تستحقه من الصفات الحميدة. شكرا.